انطلق اليوم المؤتمر الانتخابي الأول للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد في إطار حملته في انتخابات الرئاسة، وذلك بالتزامن مع أول أيام فتح باب الدعاية الانتخابية رسميا. وكشف المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة خلال المؤتمر الصحفي بمقر الحزب الرئيسي عن أسباب ترشحه ورؤيته الشاملة من خلال عرض برنامجه الانتخابي. وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن البرنامج الانتخابي يرتكز على رؤية إصلاحية شاملة وحلول واقعية قابلة للتنفيذ، مؤكدا أنه يركز في البرنامج على أن الإصلاح السياسي هو المدخل إلى الإصلاح الاقتصادي الشامل. محاور البرنامج الانتخابي في 4 مسائل: أولا إصلاح التعليم، ثانيا الإصلاح التشريعي، ثالثا الإصلاح الاقتصادي، رابعا الحفاظ على حقوق مصر التاريخية المائية في نهر النيل. يركز على الناحية الاقتصادية والتعليم وبعض النواحي التشريعية والدستورية، وإن شاء الله يكون برنامج طموح يلبي رغبات الشعب المصري بالخروج من هذه الأزمة الاقتصادية الموجودة حاليا. وتنطلق من خلاله المؤتمرات الجماهيرية فيما بعد بجدول زمني محسوب، وبالإضافة إلى اللقاءات الشخصية بالتجمعات في مختلف النقابات وفي مختلف التجمعات الشبابية والأندية والنقابات العمالية وخلافه، وبالإضافة إلى بدء تعليمات لجميع اللجان أن تنزل إلى الشارع على مستوى المحافظات. فحزب الوفد يمتلك أكثر في معظم محافظات الجمهورية مقراته الإدارية، وفي نفس الوقت تشكيلاته الهيكلية على مستوى الشباب والمرأة والمواطنين، لمجرد فتح المقر للمواطنين وإجراء لقاءات مباشرة، بالإضافة إلى شرح البرنامج الانتخابي. حزب الوفد بيحمل تراث وبيحمل مواقف كثيرة، يعني حزب الوفد ده جزء من تاريخ مصر. دكتور عبد السند يمامة هو رئيس حزب الوفد ورمزه، وهو ما يمثله في انتخابات الرئاسة. بنطرح مرشحنا على الشعب المصري.